اهلا اهلا وسهلا دكتوره. عم عاني هيك من سعال جاف كثير، ونصحني جاري بنوكف، قال السعال الجاف والناشف كثير حلو، فشو بتنصحيني؟ ما بالاول بدي احكوا عن زاد جاف، فبدي اسالك كم سؤال. تفضل. بتحس بخشه في صدرك لما تسعل؟ لا ما بحس بخشه ابدا يعني. ابدا. طيب ما حسيت شيء مره، ما طيب انتبهت صراحه تسعل. بس ما حسيت انه في خشه يعني، ما بعرف. طيب لما تسعل انه السعله بتيجي من الحلق ولا من الصدر؟ بحس صراحه من الصدر، بتطلع هيك من جوات الصدر، وبحس كمان بهيك بغصه هيك مثل واحد مخصوص، او كمان هيك مثل حاس مثل بلوكه يعني بصدري، هيك قاعده على صدري وعم حاول اطلع وما عم يطلع شيء صراحه. ما بيطلع، ما بحس انه ما بيطلع شيء خالص يعني، مشان هيك بقول لك. طيب حضرتك مدخن؟ انا بدخن ايه صراحه، مش دخان يعني، خلينا نقول هو ارجيله يعني، هو شيء يعني تدخين على الخفيف يعني، ارجيله حتى على الخفيف، ارجيله هيك لما نجتمع السهره وكذا، حلاوه تعرفي حلاوه السهره بالارجيله صراحه، وريحتها وهيك ما بيقاوم الواحد، بيضلوا هيك يشجعوني الشله وكذا، الشله وهيك صراحه. بس هو يعني الا يعني شيء مره باليوم يعني، كل يوم مساء هيك يعني يوميا، والله صراحه يوميا صراحه توصل لي فتره على هاي الحاله. بس ما كنت ارجل، بس من جديد هذا الموضوع صراحه. بس الارجل انه اخطر من الدخان يعني، المصطلح عند الشعب منتشر انه لا الارجل برستيج، وانه طيب انا تبين لي انه عندك سعال، بس في عندك بلغم بس ما عم تقدر تطلع البلغم يعني، هذا بنحكي له احنا سعال غير منتج يعني للبلغم، سعال جاف يعني. لا في بلغم فانا حطيك هذا الدواء امبروكسول، هو مذيب للبلغم. شو بيعمل يعني؟ مذيب هو يعني، بس بيذيب البلغم، ما بيزيد الكحة. لا ابدا، في بعض الادويه صراحه المقشع وما مقرب بيقولوا له انه بيزيد. لا انا اعطيتك مذيب لانه انت عندك بالاصل البلغم بس غير منتج يعني، وخصوصا انك مدخن كمان عندك بلغم كثيف. ايوه فهذا بيذوب لك هيك البلغم وبيساعدك. ايوه بيساعد على انه يطلع بدون ما يزيد الكح. صح خلص مره. فانا حكيت لك حطيك امبروكسول، تمام. بتاخذه ملعقه كبيره 3 مرات باليوم. معلقه كبيره يعني شو قصدك؟ معلقه اكل كبيره، معلقه الاكل يعني نفسه اللي بناكل فيه. أيوة. 3 مرات كبيره. ايوه تمام، 3 مرات باليوم. وكمان بالإضافة إنه للدواء عادي، إنه في مجال إنك إذا عندك عسل أو تشتري عسل. العسل منيح. طبعاً. للبلغم. بكاس مي دافية تكون. أنا بصراحة بحب الشغلات الطبيعية. ممتاز. يعني دواء مهم. بس إنه أشياء بتساعدك كمان على العلاج. ما بتغني عن العلاج. أيوة. لا طبعاً. أيوة. أوكي. فبتأخذ ملعقة عسل بتدوبها بكاس مي هيك دافية تكون. تمام.